السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعلم معا كيفية طباعة ورقة العمل أو طباعة التقرير المالي الذي تم صناعته عن طريق الإكسل. قمنا بصناعة ورقة سريعة جدا، تحتوي على أسماء منتجات، سعر تكلفة، سعر بيع، وعدد ما أنتجنا، عدد ما بعنا، والربح المحقق من كل وحدة. قمنا بكتابة رقم وتكراره. قمنا بوضع سعر تكلفة، وقمنا بعملية دمج لأربع خلايا هنا. قمنا بعملية التفاف للنص من هنا. قمنا بتنسيق مخصص. الآن سوف نقوم بذهاب لتخطيط صفحة والقيام بتعديل هوامش الصفحة. قمت باختيار هامش ضيق، أو أستطيع اختيار هامش عريض، وأستطيع اختيار هامش ضيق مرة أخرى وتخصيص. قم بتخصيص الهوامش التي أريد، أضع صفر هامش أعلى أو 75 على قبل الطباعة. جيد. أيضا أستطيع الذهاب إلى عرض، عرض عادي. أقوم بعرض الإكسل، صفحة الإكسل كما هو معروف، أو نضع معين فواصل فهو يقوم بعرض هذه الصفحة الأولى التي يتم طباعتها. لو كان في صفحة أخرى، صفحة اثنان، صفحة أخرى، صفحة ثلاثة. نريد تخطيط الصفحة، يقوم بعرضها على شكل صفحات هكذا. أيضا يمكننا اختيار رأس وتزيين للصفحة، إضافة رأس، كأن نقوم مثلا بكتابة مثلا شركة المحمود. ونقوم بوضع إلى السيد مثلا قسطان، ويتم كتابة اسم السيد. ونضع هنا مثلا التاريخ عن طريق الذهاب إلى تصميم التاريخ الحالي. ويمكننا الانتقال إلى التسجيل، انتقال إلى التسجيل من هنا. وضع مثلا هنا الوقت الذي تم به الطباعة، وهنا رقم الصفحة، رقم صفحة واحد، رقم صفحة اثنان. تماما. كما أستطيع أيضا إضافة شعار للشركة بالوقوف في الرأس أو بالتسجيل أو أينما نريد. ذهاب إلى تصميم مرة أخرى. أكثر رأى أن نقوم بتعديل الرأس والتسجيل، فأظهر نافذة جدا هي نافذة التصميم، كي نستطيع القيام بإدخال تغييرات مختلفة. نذهب إلى صورة ونقوم بوضع شعار الشركة، اللوجو للشركة، ويجب أن يكون بقياس صغير. يقوم الأكسل بإدخال القياس الأصلي للصورة من غير أي تعديل، لا يقوم فقط بحصرها في تسجيل الصفحة هنا، والقيام بتغطية البيانات وكل شيء. بعد أن قمنا بتعديل الرأس وقمنا بتعديل تسجيل الصفحات، نذهب إلى ملف طباعة. في الطباعة نختار عدد صفحات الطباعة التي نريد، نختار اتجاه الصفحة، اتجاه أفقي أو عمودي. نقوم أيضا بالضغط هنا على زر هامش تعديل هوامش بشكل سريع. سنريد هذا هنا، هذا هنا. نقوم بتصغير الهامش. تمام. كما يمكنني أيضا تعديل هذه الخصائص من الذهاب إلى تخطيط الصفحة، الاتجاه أفقي أو عمودي. ويمكننا اختيار حجم الصفحة عن طريق الحجم. يوجد أحجام افتراضية للصفحات، مثل صفحة A4 لها قياس معين، صفحة A3. أستطيع أيضا إدخال حجم ورقة مخصص. الآن نقوم بالذهاب إلى الطباعة، نقوم باختيار عدد النسخ والضغط على زر طباعة، ولكن نلاحظ أن ليس لدي طابع للأسف، ولكن نلاحظ أنه عند الطباعة يتم طباعة الألوان. فإذا كنت تريد بالأبيض والأسود فقط، نذهب إلى خصائص طابعة، إلى متقدم من Advanced،
أنا أقوم هنا باختيار وضع الرمادي أو وضع الأبيض والأسود فقط، ثم أضغط على موافق أوكي، ويقوم بالطباعة عن طريق الألوان الأبيض والأسود، ليس بالألوان التي قمت أنت باختياره.